معناتها دائما الفيفا باش كل مره الا وتنمي التحكيم في افريقيا. احنا خذينا بالمنطقه هذه تحت رعايه رافائيل ليا من الكاميرون. التربص هذا يتلقى فيه الحكام الدوليين، حكام الساحه والحكام المساعدين اللي هم مؤهلين باش يكونوا ان شاء الله في القائمه الدوليه. اليوم معنا نحكيوا على الثاني من خلال ضيوفنا من فريق الامل الرياضي محمد سوسه. قوانين كره القدم المحترفه في الفصل الثاني مكرر، تأكد على انه فرق الرابطه المحترفه الثانيه ما تنجم تنتزل لمده موسم واحد الا 4 لاعب فريق سيرجي ارزونا، 6 اجازات لمده موسم واحد. الخطا اداري، لكن شكون اللي تسبب فيه الخطا الاداري؟ احنا بالاساس الفريق المعني هو اللي ارسل 6 عقود لمده موسم واحد. اوقع الرابطه والجامعه في خطا، خدام الرابطه 3 اجازات وخدام الجامعه 3 اجازات، وبالتالي اوقعهم هما في الخطا. خاطر عنده رونوفيلمون 3 لاعبين، ترانسفير فري 3 لاعبين، تبين وجود خطا إداري، وبالتالي هناك معناها قرروا إعادة المباراة. احنا بالنسبة لنا في الاستئناف تاعنا وتمسكين بكسب 3 نقاط في المقابل. كنا نتصوروا احنا تشكيل باش نلقاو حق حاجة الأخرانية، هو أنه ولا فضول الجمعية نفس الظروف تعطيهم فرصة أخرى باش يعاودوا المباراة في نفس الظروف في التنافس. ونجم يلعب تدريقة ونجم يلعب حتى المبادئ معناتها القانونية الأساسية تاع معناتها مخترقة لهنا. كيفاش أنت المتسبب في الخطأ على الاقل جزئيه يعني مستنفع معناتها من تعطي امكانيه الاستفاده. هو الحقيقه تعطي امكانيه الاستفاده. اليوم التعاقد المقابل نجم يربح سيد هذا هو نجم يربح، خاصه كنت في نفس الظروف معناتها نفس الظروف سوف نسول تيران نتاعو كانما الطرف المقابل ماهوش معناتها ما خطاش بالكل تقريبا معناتها النتائج مقبوله. خسرنا 5 جورنيات ونحيو الماتش اللي مازال معناتها نقطه استفهام. مبدئيا كنا نجم نكونوا احسن اما الحمد لله تسمى بلقى فوق المتوسط. خلينا المدرب المساعد، لكن هذا يحكي حكينا معاه ويعرف وضعيته هو انه مدرب مساعد الى حين انه الهيئه تشوف قرر الاصلح للجمعيه. بعدين نبحثوا على مدرب صراحه الحين، وفي نفس الوقت اعطينه كل الصلاحيات في انه يتصرف. هو ديجا المباراه السابقه هو اللي قادها، حتى مباراة هذه عند الأسبوع الثاني زاد كيف كيف مش خليه الأمور عند سعيمات جبار. عندنا ثقة في المجموعة بتاعنا في المدرب في الإطار الفني، وبحول الله إن شاء الله نرجعوا بنتيجة إيجابية اللي طبعا تساعدنا في تقييم المشوار. إلى حين طبعا من الأكيد إنه من بداية الأسبوع المقبل مش يكون ثم قرار يا بالإبقاء عماد إذا كان على الهيئة شافتها، وإلا بالطبع تعيين المدرب. أنت والمقابلة زي هذا واحد.